أهلا بكم. قالت مصادر ميدانية إن 5 أشخاص قتلوا في إحدى المستشفيات بعد أن تعرضت مشافيهم لقصف من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوبي العاصمة طرابلس. وقد شهدت مواقع التماس بين الطرفين المتقاتلين هدوءا نسبيا بعد اشتباكات عنيفة دارت السبت عندما شنت قوات حفتر هجوما انتقاميا على عدة محاور بعد خسارتها جسرا استراتيجيا ومعسكرا تمكنت قوات حكومة الوفاق من صده. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما تبقى من المستشفى؟ لا شيء. لن يعالج بعد اليوم هنا مصاب، لن ينقذ جريح قبل أن يصير قتيلا. لم يتبقى من المستشفى شيء، لم ينجو من أطبائه أحد. لا إله إلا الله. استشهاد 5 من خيرة أطباء المستشفى الميداني الزاوية، وهم الدكتور فتحي بقايد، الدكتور أوس نصرات، الدكتور معاد نصرات، الدكتور إبراهيم بن صالح، المسعف محمد صلاح. هذا باب النخلية. جريرة المستشفى، خطيئة أطبائه. أن قوات حفتر خسرت أمس معسكر النقلية بعد أن سيطرت عليه لساعات، يقول متابعون. وفي النقلية فقدت قوات حفتر 20 من مقاتليها و5 من آلياتها، ووقع 9 من عناصرها في أسر قوات الوفاق. الجرح عميق والخسائر كبيرة من الطرف المهاجم والمعتدي على العاصمة وعلى المنطقة الغربية، فلا غرابة في أن يكون ردود الفعل همجية وبربرية. ما حدث خلال معركة معسكر النقلية بدأ امتدادا لما وقع في قاعدة الجفرة الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية لقوات حفتر. تلقت القاعدة منذ أيام ضربات شديدة من قبل طيران الوفاق، يعتقد خبراء أنها أضعفت من بأس قوات حفتر جنوب طرابلس، وأن هذا القصف سيكون مقدمة لمرحلة أشد وطأة في الحرب الدائرة جنوب العاصمة الليبية. حين لا تجد قوات حفتر قبلا للتقدم على الأرض، حين تخسر من آلياتها ومقاتليها، وصف الحساب مع قوات الوفاق في المستشفيات الميدانية. حدث ذلك منذ أيام في السواني، وحدث مجددا في طريق المطار. يقول متابعون بأن هزائم قوات حفتر العسكرية باتت رديفا لاستهداف المستشفيات. خليل كعيل العربي، طرابلس، ليبيا. ينضم إلينا مراسلنا في طرابلس خليل الكلاعي. خليل، ما هي آخر تطورات المعارك المفتوحة جنوب طرابلس، وما الذي أعقب استهداف المستشفيات اليوم؟ نعم، ما أعقب المستشفيات الميدانية كان بيانات 3 من قبل المجلس الأعلى للدولة، وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. كل هذه البيانات نددت بما اعتبرته جريمة، اعتبرت هذا القصف الذي طال المستشفى الميداني أمس في طريق المطار جريمة سيقدم مرتكبوها والذين ربما خططوا أو دبروا لها إلى القضاء المحلي والدولي. بيان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق طلب المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات المحلية والأجنبية لإدانة هذا الحادث والتحقيق فيه بعد أن تكرر في الحقيقة قصف المستشفى الميداني الذي وقع أمس في طريق المطار. لم يكن الأول، قبل نحو 10 أيام تقريبا كان هناك قصف مماثل استهدف المستشفى الميداني بمنطقة السواني، وكلا المستشفيين يقعان في خط جنوب العاصمة الليبية طرابلس. إذن اليوم المعارك توقفت تقريبا بشكل شبه مطلق، لم يكن هناك مواجهات، لم تكن هناك هجمات من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رغم أنها قامت منذ تحديد حفتر لساعة صفر جديدة بهجومين، وكذلك قوات حكومة الوفاق لم تقم بهجمات ضد تمركزات قوات حفتر في الطرف الثاني من جنوب العاصمة الليبية طرابلس. لأنه نتائج المعركة التي وقعت أمس، معركة النقلية، يقول خبراء أنه الهزيمة التي تلقتها قوات حفتر أمس في هذا المعسكر والحصيلة الثقيلة لخسائر قوات حفتر في هذا المعسكر التي بلغت 20 قتيلا وأسر 9 عناصر من قوات حفتر، تدمير 5 آليات، هذه الحصيلة الثقيلة ربما هي التي حفزت ودفعت حفتر ليقصف المستشفى الميداني في طريق المطار. هذا القصف الذي أسفر عن مقتل 5 أطباء، تقريبا كامل الإطار
الطبي قتل غداة هذا القصف، وإصابة 8 من طاقم المستشفى الميداني بطريق المطار، وهي ذاتها ربما ذاتها ردة الفعل التي قامت بها قوات حفتر عند قصفها للمستشفى الميداني بالسواني. قبل ذلك بساعات كانت هناك معركة بينها وبين قوات حكومة الوفاق، قوات خليفة حفتر انسحبت إلى الخطوط الخلفية، بعد ذلك بساعات وقع قصف المستشفى. شكرا جزيلا لك خليل الكلاعي مراسلنا في طرابلس.